انت ايه اللي جايبك هنا؟ استنى بس يا دكتور هلالي، مش كده انا اللي قلت له يجي علشان نقعد مع بعض ونتكلم؟ واحنا لسه هنتكلم يا سعاده البيه. بتبتزني انا يا رضوان؟ كنت عايزني اوصلك لبكري بيه عشان تبتزني من خلاله؟ وصلت بيك القذاره والدناء للدرجه دي؟ اسمع ما اقول لك يا مصطفى يا هلالي، انت تعملني كويس وما تعليش صوتك عليا، واحمد ربنا يعني اني انا ما بعتكش من زمان وجيت لك لحد عندك وصنت العيش والملح اللي بينا. شوف يا هلالي، انا قدامي طريق ايه؟ يا اما افضحك بستة مليون مصري، يا اما اسطر عليك بمليون اخضر. مليون اخضر يعني 5,750,000 مصري، يعني انا هخسر 250,000 جنيه علشان خاطر عيونك. ايه بتبص لي كده ليه؟ بتحتقرني؟ انا ما يهمنيش، انا مش محتاج منك حاجه، انت اللي محتاجني. استنى بس يا استاذ رضوان، انت رايح فين يا راجل؟ وبعدين انت مستكتر عليا ليه مليون دولار يعني؟ هو اللي عندي بكري بيه شويه، ايه يعني مليون دولار؟ اعتبرني يا اخي جمعيه خيريه من الجمعيات الكتيره اللي بيعملها للغلابه. اعتبرني يا اخي الزفت اللي سافرت به الطريق في البلد علشان خاطر عيونك. شوف يا رضوان، انا عندي ادخل السجن اموت ولا اني اخضع لواحد زيك، مش هطلع بره. مش معقول كده يا دكتور هلالي، الناس بتبص علينا يا اخي. شايف؟ شايف الراجل عاقل ازاي؟ انما انت خلاص بقيت مستبيع ولا همك حاجه. سلام عليكم. استنى بس يا استاذ رضوان، سيبه يغرف يا استاذ رضوان. معقوله في بني ادمين بالشكل ده؟ اللي انت عملته ده غلط. معاك نبرته؟ انت كمان هتطلبه؟ سيبه يتحرق بجاز. اكيد نبرته موجوده في المكتب. ايوه يا عصمت، شوفي لي نمرة الموظف الجديد اللي اسمه رضوان الكومي ده، اتصلي بيه وحوليه على الموبايل بتاعي. ما بيردش. انت استعجلت يا دكتور هلالي. مالك يا مصطفى؟ قافل عليك باب مكتبك وما تعشتش وما غيرتش هدومك، في ايه؟ انت عمرك ما شلت للدنيا هم بالشكل ده؟ انا في مشكله كبيره. انا ما حاولت ما اشاركيش الايام اللي فاتت، بس الظاهر لازم اقول لك. مشكله ايه دي؟ انا مهدد بتخريب حياتي وكل اللي بنيته في عمري كله. مهدد بايه ومن مين؟ رضوان الكومي. رضوان الكومي ده هيهددك بايه؟ سوري انا اللي بيهددني بيه رضوان الكومي ده ما كانش قاله أي قيمة لو ما كنتش أنا الدكتور مصطفى الهلالي. اللي هو إيه يا مصطفى؟ شهادة الثانوية العامة اللي دخلت بيها الجامعة طلعت مزورة. أنت بتقول إيه؟ زي ما بقول لك كده. إحنا الظاهر أبويا الله يرحمه ضميره أنبه لما ضغط عليا عشان أدخل علمي وسقطت سنتين ورا بعض. حتى لو كان ده حصل، انت ما عليكش اي مساءلة قانونية في موضوع زي ده. المشكلة مش مشكلة قانونية، انا صورتي قدام الدنيا كلها اتهز وما اقدرش اقول ابويا هو اللي زور. ما قبلتش الشيخ الهلالي يبقى مزور وهو في تربته. ما حاولتش تسكت الزفت ده وتشوفه عايز ايه؟ عايز مليون دولار. كام؟ ده مجرم فعلا، هو عارف كويس قوي انك ما عندكش المبلغ ده. هو طلبهمش مني، هو مش عبيط. ما طلبهم من مين؟ من بكري سلمان. بكري سلمان ايه علاقته بالموضوع؟ الراجل واقف جنبي واقفة جامدة قوي، بس أنا مش هقبل الحقير ده يبتزنا بالشكل ده. أنا طردته النهاردة وشتمته. وبعدين يا مصطفى هنعمل إيه بالموضوع ده؟